مؤمنة بأنه كل النساء قادرات على التغيير، مؤمنة أنه كل امرأة موجودة هي تعتبر نواة لهذا المجتمع. شواش من بلدة حاس، مهجرة حالياً على مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي. حالياً بشتغل مع مؤسسة بدائل في برنامج دعم المجتمع، بنشتغل على بناء قدرات التجمعات المدنية في الشمال السوري. عدة حملات مناصرة، منها لا تكسروا قلمي، منها المعلمون منارات لا تطفئوها، منها صوتك ثورة مستمرة. في كتير قضايا نحن اشتغلنا عليها ضمن هاي الحملات المناصرة. مسؤولية مشتركة مع زوجي، بنحاول نربي أولادنا، نقدم لهم شيء من التعليم الجيد، نقدم لهم شيء من الاستقرار النفسي اللي هنهم بحاجته. فالمجتمع قائم على مجموعة من الأسر، وكل أسرة من هاي الأسر بتعطي إضافة لهذا المجتمع. في هذا الخليط الاجتماعي اللي ما ممكن إنه الرجل يقوم بهاي المسؤولية لحاله.